مساء الخير، مساء الانوار، مرحبا بكم ايها الاحباء الكرام في كل مكان. سنعرض عليكم باش ندوزوا مجموعين ان شاء الله واحد الوقت ممتع مرح مع الطرب والسلطنه ومع النجوم والاصدقاء ديالي اللي غادي يكونوا كذلك معايا في هذه الحلقه، واللي غندوزوا واحد الوقت تخيلوا وان شاء الله غادي وتيقوني بان غادي يكون وقت ممتع جدا، طبعا على الفضائيه شادة تي في وبرنامج دندنة مع عماد. طبعا هي كثير الاصوات المغربية اللي تألقت في سماء الفن من خلال بعض البرامج ديال المسابقات، سواء كانت برامج هنا بالمغرب أو كذلك حتى خارج أرض الوطن، لكن هي قليلة الأسماء اللي تألقت وبقات زاد في التألق ديالها حتى أن أصبح عندهم نجومية وشعبية كبيرة هنا في المغرب، وداروا أغاني ديالهم دي سينجل اللي تعرفات عند الصغير والكبير. من هاد الناس هادو وهاد الفنانين غادي يكونوا حاضرين معايا اليوم فنانين أصدقاء وغادي نتعرفوا عليهم فيما بعد. لكن البداية أيها الأحباء متتبعي دندنة مع عماد على فضائية شادة تي في، كان بغيو أننا نحيو الفرقة الموسيقية اللي هي معنا اليوم. أهلا بك هشام كالعادة قائد الفرقة، ثم كذلك الأستاذ رشيد ورفيق الدرب دريس نيغرا، كذلك عازف القيطارة أو الجيتار بامتياز ياسين كان نرحبوا به، ثم كذلك ضابط الإيقاع ما غاديش نقول سميتو دابا حتى من بعد نقول لكم شكون هو وانتم عارفينه بطبيعه الحال. لكن البدايه كما قلنا غادي نديروا واحد وقفه نفتحوا بها الشهيه ديالنا مع الفرقه الموسيقيه. طبعا كان مقطع من جبار، وربما ان شاء الله اليوم غنسمعوا الرائعه عبد الحليم حافظ جبار كما قلت. ففؤاد اللي كنبغي نرحب به دائما هو الصديق وضابط الايقاع، واليوم غادي نتلاقاو معاه في العديد من المقاطع الموسيقيه المختاره بعنايه لكم طبعا انتم ايها المشاهد الكرام. لحظات ونلتقي. نبداو اذا في تقديم الضيوف اللي انا عارفكم شغوفين باش تعرفوا عليهم. طبعا كنرحب بخوله هي على يميني. اهلا بك خوله مجاهد. ربي يخليك، كي داير انت؟ كلشي بخير؟ صافي بليزير. بارك الله عليك ومرحبا والف مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا. ونهضروا على هذا اللوك هذا اللي انا كتعجبني كل مره كتبدل. كل مره تتبدل تاتا انا. كذلك تنبغي نرحب بالامير الله يحفظك. كيف الحال؟ الحمد لله. مرحبا والف مرحبا بك ايهاب، كل شيء بخير الحمد لله. صافي. ربما شحال من مره ما كتبش شيء، نجلسوا مجموعين هنايا في دندنه، ولكن اليوم كتبت ان شاء الله. اكيد انا جد فرحان اني متواجد معك في البرنامج، وكما قلتي ما كتبش، ولكن الحمد لله اليوم تكون حلقه زوينه ان شاء الله. ان شاء الله وهذه تكون البدايه ان شاء الله. يمكن ندير انا وياك شي ديو مثلا ان شاء الله. يعني خصوصا انت كدير كلمات والالحان، يمكن تكتشفني في شي حاجه في شي اغنيه. مرحبا. كذلك معنا واحد من الفنانين اللي يلاه بان مؤخرا خصوصا في البرنامج ديال الزمن الجميل، ولكن هو عنده واحد الخلفيه موسيقيه فنيه قبل. ربما هذه البرامج هي ماشي، لان كثير من الفنانين او من الجمهور كنصحبوا بان الفنان يلاه بان في البرامج المسابقات، لا كيكون هو ديجا عنده اغاني ديالو عنده اعمال ديالو، ولكن عاد كتب انه يبان. فايوب اهلا بك ومرحبا. الله يحفظك سيدي عماد، الله يخطيك. كلشي بخير ايوب. لي كل الشرف انني نكون معك ومده طويله. بغيت نقول من صغري خفت نكبر. لا لا بالعكس، نقول لكم واحد القضيه كتعجبني هذه القضيه. انا سان في بليزير زعما مثلا نيتي مثلا الفنانين يعني اصدقاء بحال خوتي الصغار، فتيقولوا لي عتي راه حنا كنا صغار ولا مثلا كنت باقي كنقرا وتنتفرج فيك، بالعكس صافي بليزيغ. انا تانا كبرنا معاك سي عماد، راه حيت انا بديت صغير عاوتاني زعما حنا ما كبرش باقيين صغار، وكان من والله الا من العلامات المؤثره زعما زعما حتى في الذاكره الموسيقيه ديالي هو البرنامج اللي كنت كتقدم ديال الفصيله اللي كنت
زعما شغوف به لواحد الدرجه كبيره وزعما كيما قلتي فصيله حقيقه هو بقى من البرامج اللي بقات راسخه في الذاكره ديال المغاربه لان اولا كان البرنامج كان فكره جديده وسهله يعني سهله مريحه الناس تتبع الاغنيه والموسيقى الديكور انا ذاك كانت واحد الثوره جديده يعني درنا يعني استعملنا ديكور واكليراج ولوميير يعني كانت فوقتها كانت باقي جديده وتتبقى من يعني من البرامج الحمد لله اللي طبعت المسيره ديال الاعلام المغربي على اين حنا اليوم في دندنه وحنا في شهاده تي في طبعا الشهاده اللي كتعرفوا بان الحمد لله يعني من القنوات اللي يعني متابعه الفنانين سواء الشباب سواء الرواد حنا كنتابعوا كل شيء ايهاب نبغي نهضر معك شويه اليوم حنا جالسين دي كونتراكتي حقيقه كتعجبني بافكارك بطريقتك في يعني المسيره غادي بواحد الثبات جميل جدا راك الحمد لله عندك المعجبين ديالك وعندك الجمهور ديالك فنرجع معك شويه للطفوله انت انا عارفك بعدا كنت باغي تكون كويري وكان ممكن تكون كويري انت كان ممكن. لعبتي كره صغير مثلا لعبتيها في الدرب ولا لا لعبت صغير في الدرب تعلمت مع اولاد الدرب وكملت ودخلت الفريق اولمبيك اس في فئه الصغار وزعما كان عندي الحلم انني نكمل في هذا الميدان لكن ما كتبش مشاف كما كيقول لك ما تشاف ما مشاك اكزاكتومون طبيعه الحال ما يمكنش لان انا يعني نفس المسار يعني انا كنت كنلعب الكره كنت في الوداد ولعبت واخا لعبت مينيم كادي جونيور حتى ليسبوار ولكن كانوا الناس احسن مني في الكره وربما انا ما كنتش سيريو ولا شي حاجه دازت ولكن لا كارير مشات ليا في الاعلام مشيت عاوتاني قلبت ربما كنت انا نكون كويري انت بحكم ولد اسفي مدينه اسفي يعني ابا عن جد يعني مدينه اسفي هي كتبقى مدينه اللي ملهمه ليا يعني كنكتب فيها وكنلحن فيها الحباب فيها العائله يعني ما قدرتش انني نمشي شي بلاصه اخرى ونستقر فيها ونرتاح فيها دونك مازال مستقر انت في اسفي وتبقى فيها يعني نبقى فيها حتى طبيعه الحال هو الجذور ديالك غادي اكيد لان يعني بحكم العمل ديالك كتنقل من مدينه الى مدينه ربما حتى خارج ارض المغرب ولكن اسفي يعني هي في القلب ديالك اكيد لانك ملي كتدور في مدينتك كتفكر بالذكريات ديال الطفوله والصحاب وباقيين زعما الصحاب حتى لدابا باقيين صحاب قدام من الطفوله كنسلم عليهم وكنشوفهم ولكن دابا مثلا ايهاب قبل من الشهره وايهاب من بعد قبل من الشهره انت واخا انا كنت عرفتك بانك كنت داير ديجا اعمال لكن ما بانتش في الاول حتى من بعد شاركتي في البرنامج ديال ستار اكاديمي بحال دابا يعني التعامل مع الناس ولا الدرب الحي مول الحانوت يعني جو سي با الناس اللي كنتي كتخلط ربما في البحر ملي كتمشي تجلس واش باقي كتاخذ عندك هاد الراحه ديالك وانت كدور في اسفي مثلا او ولات شويه صعيبه عندك هاد القضيه لا كانت صعيبه عليا في الاول حيت ما كنتش متعود اكيد لانني شديت يعني ابن يعني بسيط شديتي من واحد المكتبه وحطيتي في واحد البلاصه والاضواء والشهره يعني اكيد في الاول غتجيك غريبه شويه مي في زعما مع الوقت تعودت ولات عاديه عندي زعما عادي الانسان خصو يعيش عادي باش يعيش عادي ويتصالح مع ذاته وما زعما ما يتغروش شي حاجه يعني كل شيء كيمشي الانسان الا بغى ينجح خصو يقول اشنو تزاد عليا كاع ربما تيتزاد حب الجمهور كتولي معروف كيتزادوا مسؤوليات اخرى مسؤوليات فوالا كتبدل كتنضج شويه كتكبر مي كشخصي زعما في شخصيتك كتبقى انت هو انت اين فوا غادي تبدل على راسك وغادي تكون شي حاجه خايبه بالنسبه لك فانا دائما تنهضروا على الكره دائما تنجبدوا غير الفرق المعروفه الوداد الرجاء طنجه الجيش ولكن نبغي نهضروا مثلا اولمبيك اسفي هي من الفرق دابا الحمد لله لانه غير هذه السنه هذه كان ممكن ياخذ المرتبه الثالثه دابا شوفوا تكلاسوا الكاتريام للاسف ما غاديش يشاركوا في الكوب دافريك لا غيشاركوا غيشاركوا لان بحكم غيشاركوا مزيان صحتي لي المعلومه حيت عندهم نفس النقاط مع المركز الثالث لا ولكن الحسنيه جات هي الثالثه ولكن الكاف وقيله قال لهم حتى الرابعه حتى هي غتشارك ممكن كيزيدوا الكاتريام ممكن عندنا جوج فرق غادي يزاد يعني تلعب الوداد تشامبيونز ليغ والرجاء والحسنيه واولمبيك اسفي فاسفي اولمبيك اسفي انت دابا من عشاق يعني متتبعين ديال الفرقه ديالك اكيد باقي كتبعهم كتشوفهم يعني كتمشي تدخل التيران التيران شحال ما دخلت ليه ولكن اسفي كنتبعها وكنشجعها واكيد مدينتك غادي تتبعها اكيد طيب غادي نبغيو نسمعوك اكيد في بعض الانماط الغنائيه الطربيه من اغاني ديالك لان كنعرفوك كتكتب وكتلحن
قبل من ذلك بغيت نرجع مع خولة كذلك تنتيا ربما مع الفنان تيولي معروف حنا ما كنبغيش نستعمل كلمة نجومية لأن نجومية صعيبة شوية صعيبة باقية يعني هادو مهن ديال الظهور سواء الفنان المغني الرياضي السياسي أو حتى الإعلامي تيولي معروف عند الناس فكتنقص لك من الحرية ديالك شوية انا صراحه بالعكس انا يعني خليت راسي من قلت لراسي من الاحسن من 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 ما ليميتيش راسي يعني داكشي اللي كنت كنديرو شحال هادي نبقى نديرو حتى دابا يعني كنخرج للدرب كنسخر كنمشي للسوق كنمشي عادي في مركب الطاكسي ولو ان المرمره الناس ضروري كيردوا لك البال يعني حركاتك محسوبه هي دايزه هي هي خوله هي اللي كتغني هذا هي اللي دارت واحد الديو زوين مع عودت راسي عودت راسي لداكشي ما نكذبش عليك بلاك صافي بليزير انه يتلاقاو معاك الناس في الزنقه ويقول لك تبارك الله عليك وسمعناك هادي وشفناك هنا وشفناك بلاك صافي بليزير علاش لا ولكن بغيتهم حتى هما يعرفوني كانني انا واحد الانسانه اللي بسيطه وان واحد الانسانه اللي باقا تعيش داكشي اللي كانت كتعيشو من قبل اكيد طيب سمعتك كدندن انت والفرقه ايهاب اغنيه ديال شيرين كذا كذا قلبي تسمعوا ايهاب تفضل كذا يا قلبي يا حته من كل حاجه حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي لك عن حاجة تعمل يعني خلاص أنا مش هشوفك مش هحكي لك عن حاجة تعبان كنت روح لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح كنت روح لما كان مش فاضل لي مني غير حبة جروح مع السلامة يا حبيبي وفي أمان عمري ما هقول عليك ماضي عمري ما انسى مهما طال فيا الزمان بان تبارك الله عليك حقيقة أغنيتها بإحساس يعني مشيتي معها
اغنيه عزيزه عليا بزاف وعزيزه عليا الفنانه شيرين تبارك الله. باش كتفكرك؟ شيرين اكيد شكون اللي ما كيبغيش شيرين يعني. لا الاغنيه بالضبط مثلا فاش كتفكرك في شي وقيته من الاوقات؟ شوف هذا هو لو ستيل ديالي الصراحه، هذا الشيء اللي كنقدر نعطي فيه شويه يعني اي حاجه رومانسيه هادئه عزيزه عليا فهمتيني؟ عزيزه عليا اللي كتميل بزاف كنميل لهذا الشيء ولكن في الاغاني ديالي اكيد فغتماشى مع الناس وشنو باغين وشنو. طيب خولة كذلك بون كما ذكرنا على كنهضروا على اللوك فانت دائما متجدده يعني في كل برامج كنستقبلك الا وكتجيني بلوك كنجيك بلوك مختلف ياك ربي يخليك دونك كنبغي نبدل شويه وصافي داخله في يعني في انا شويه مزاجيه صراحه في لي لوك في الاختيارات ديالي اشاك فوا كنبغي نبدل كنبغي نجدد شويه وكنبغيت انا نجرب شي حوايج جداد لي حنا تنعرفوك بيان سور خولة كتغني الغربي كتغني يعني المغربي ربما حتى الشرقي اليوم نسمعوك فيه شويه يعني سؤال ربما كثير مرات طرحته عليك ولكن نعاودو فين مازال كتلقي راحتك اكثر صراحه ولا شيء غير الصراحه كنلقى راحتي في الغربي يعني اكثر واخا انا ترعرعت في عائله متشبعه بالفن الترابي والستيل الترابي ستيل المغربي القناوي يعني كنت كنسمع بزاف ديال الحوايج مع الوالد ديالي ولكن تأسبريت بزاف في الغربي يعني الناس عرفوني بالغربي عرفوني في جوستومون لان انا تنعرف في الوالد ديالك لان كنحيوه من هذا المنبر هذا طبعا هو كاتب وملحن وعازف وعاصر الناس كثار في المجال ديال الاغنيه المغربيه ولكن باش تخرجي انت في الغربي شويه باقا حتى الان ما دخلتش لنا راسنا فهمتي ولكن الصراحه انا وصلت يعني للناس والاحساس ديالي في الغربي وصل اكثر للناس وعرفوني بالغربي في ذا فويس هذا ولكن من بعد بديت كنغني شويه العربيه يعني حيت كيعجبني نغني العربيه ماشي ما كيعجبنيش غير هو فاش كنغني الغربي كنكون كنتقنوا اكثر كيف ما طيب نقدر نقول انا واحد القضيه بيان سور ايوب وكذلك ايهاب ممكن تجاوبوني يعني دابا حاليا غادي في واحد الاطروحه ديال الفنان المغني غادي يولي كيخصو يغني جميع لي ستايل ما بقاش غيكون متخصص فقط مثلا في العرب في المغربي او العربي او الترابي يعني ربما خصو مثلا يكون يغني الشعبي يغني الاغنيه الغربيه يغني ياكسس القناوي بوتيتر يعني الى 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 ركزتي على واحد لو ستيل يعني ضروري خصك كري ستيل ديالك غير الا ركزتي على واحد لو ستيل غتبقى منحاسك او يبقى الجمهور ديالك حتى هو منحاسك لان كاين جمهور ثاني او ثاني يقدر يكون يبغيك ولكن لو ستيل ديالك زعما ما يعجبهمش خصك ترضيهم عاوتاني اكيد وترضي الناس هنا وترضي الناس هنا وهذا هو الفنان البدايه ديال كل فنان كيكون كل فنان في البدايه عنده واحد لو ستيل معين ديالو ديال الغناء ديالو ولكن المتطلبات ديال السوق الفني شنو كيبغي تيفرض عليه انه يكون ملم بكاع الانماط الموسيقيه لا سواء حيت مثلا بحال دابا الفنانين اللي كنعرفو حنا واللي تربينا عليهم كنسمعوهم فصعيب عليهم انهم يغنوا مثلا الغربي كتعرف مثلا المدارس الكبيره في المغرب اللي غناوا الاغاني المغربيه الطربيه وحتى الاغاني المغربيه ذات طابع شويه شعبي فما عمر ما سمعنا شي واحد يغني الغربي دابا لا اون جينيراسيون اللي اي واحد يغني دابا كتقدر تغني يعني يغني مغربي طربي غربي ما عندش مشكل وتنظن سي عماد هذه المساله هذه ربما بالعكس اسهل انك تكون كتغني طربي وتغني الغربي لانه توت فاسون غادي تدوز غير توسكي ماجور ولا مينور ولا هذا هو اللي ربما اللي ماشي كانت كتنقص دوك الناس ولكن ربما الجرأه عند الفنانين الحاليين دابا اكثر من الفنانين اللي كانوا قدم اما هما الا غادي نهضروا على عبد الهادي بالخياط ولا هذا راه عبد الهادي بالخياط راه في اغانيه راه غنى محبوبي غنى هذا راه كلهم هادو مقامات غربيه من السهل عليه انه يغني غربي ولكن الجرأه اللي كانت أكيد. ولا حتى السوق شنو كان فاغي ديك الساعه ربما السوق والجرأه وكانت يمكن الناس المتلقي المشاهد المغربي كان شويه عنده واحد صعيب يتقبل من الفنان تيجمع مثلا الاستاذ عبد الوهاب الدكالي ولا الحياني ولا عبد الهادي بخياط مع ان انا في الجلسات وانا كان لي الشرف مثلا عبد الوهاب الدكالي العميد فخصك تسمعوا في الغربي ولكن ربما ما عند من الجرأه ممكن باقي ما دارهاش في شي برنامج او في السهره الجمهور ما كانش
كان كيبغي في داك لو ستيل. دابا كيتسنى منك التواصل الاجتماعي خلات الناس منفتحين شويه على على الانماط الموسيقيه، منفتحوا على الكاميرا بصفه عامه، على الظهور على العالم. دابا كلشي ولا تيقدر، ما كانش حد الناس كنا حنا من يلا بدينا في التلفزيون ملي كنت كنخرج ندير روبورتاج ديك الساعات، باقي مثلا تندير غير لي روبورتاج، الا وقفتي عند شي حد بالكاميرا الروبورتاج تخلع ويهرب. دابا الناس تهوات يقول لك اجي. طيب نسمعوك خوله. شنو تسمع؟ نسمعوك في شي اغاني ديال هير. اوكي تفضلي. جميل. لا انا تنشوفها وتنتخيل الاغنيه لو ستيل اللي غنات مع فيصل هو كل شيء. يعني كان عندها واحد الوقعه هذيك، حتى الطريقه باش اديتيها والاغنيه كان عندها واحد الوقعه كثيره عليك. هذيك الاغنيه كنت بستريسي ديال بصح، لانه بريميرمون كنت غنغنيها مع واحد السيد اللي تبارك الله الاستاذ فيصل، يعني هو بحال قلتي سي غراند ستار ديال لو ستيل الشعبي في المغرب، وشحال هادي تبارك الله دار اثر كبير في المغاربه، وتستريسيت قدامه لانه في اخر دقيقه كنت نورمالمون داك المول اللي غندير في الاول كنت غنديرو بالعربيه. من بعد قلت كيف ما قلت لك قبيله كنرتاح سورتو في الغربيه، لا باغ اكزومبل في الموالات، في المواويل باردون، في المواويل وداك الشيء كنرتاح. الموالات شوف اسمحوا لي مع الرجالات، لا هي راه كتقول رجاله ولكن مع الرجالات. صحيح والله الا صحيح. سو الرجال خصو يكون ارتجال ياك صافي جوج عام والله الا صافي جوج عام جيت للمغرب. دونك درتو حتى لاخر دقيقه، يعني حتى شعلوا الكاميرات وانا نقول
اخرى غندير غنديرها بالغربي من الاحسن. وسبحان الله وبقى يعني شداه هو لو ميم مثلا هذاك الموال. الموال اه كان الا بغينا نسمعوه دابا نديروا لي سمعوه سمعوه وي برافو عليك مزيان كان دي زوين الحقيقه كان عطاتها واحد الجماليه لان اغنيه مول كوتشي معروفه بيان سور حنا صغار انا كنت صغير وتنسمعها ولكن حقيقه الفنان فيصل اللي كنحيوه من هذا المنبر هذا فهو يعني تيغني في جوايه اخرى بعد على الاعلام ولكن هذيك الرجوع ديالو سورتو انت عطيتي واحد النكهه خاصه لديك الاغنيه كان شرف بالنسبه لي صراحه اكيد دابا ملي كنشوف بحال دابا انا كنت كنتفرج نشوف خوله غو بلون نصحاب شي ايميسيون امريكانيه لا مغربيه 100% طيب ندوزو مع ايوب ايوب غادي نبغيو نسمعوك كذلك فاول حاجه يعني شاركتي في البرنامج ديال الزمن الجميل حنا ما عندناش مشكل كنقولوا السميات حنايا كانت عندك تجربه قبل من خلال برنامج ستوديو دوزيم 2013 اخر عام تما سديتي الريدو سوارت وصافي خرجت على دوزيم ورايا دوز اخر نسخه ديال ستوديو دوزيم كانت 2013 اخر نسخه ديال ستار اكاديمي ديال ستار اكاديمي سديناهم انا ويا هذه ما كانتش هذه المعلومه في راسي جامع الناس اللي عندك يكون اخر مره حلقه لا معاك انا عندك تكون اخر حلقه في دندانه لا 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 بالعكس لا لا لك بالنجاح لا لا ان شاء الله لان مازال عندنا الحلقات كثيره غادي يكون عندنا غادي يكون معايا حقه في الحلقات المقبله ان شاء الله احمد شوقي دي جيفان زكريا غفولي الفنان وليد توفيق مروان خوري كلهم غيكونوا معنا ان شاء الله في دندنا تسناونا غادي يصوروا معنا مستقبلا ان شاء الله في الايام ديال الموازين فقلت لك فوالا مروان خوري هو كان معنا الناس في كان بيان سور كان جوري كان بيان ف يعني في ستوديو دوزيم واخا درتي بعض الاعمال ولكن ما بنتيش من ورا ستوديو دوزيم حتى يعني من 2013 تقريبا بقيت في الموسيقى بحال قلتي بشكل اكاديميك اكثر ما هو بروفيسيونيل زعما انك تخرج تخرج زعما للسوق ويشوفك يعني ناس لما مثلا ملي سال البرنامج ديال ستوديو دوزيم 2013 كوميم راه صافي تقريبا دابا هذه واحد السنين ولا خمس سنين صحيحه باقي بروميير اني في لافاك صافي كان صعيب صراحه انك تجمع ما بين الموسيقى والقرايه واحد الوقيته كان خصك تختار وزعما وقلت خير نروبورتي هذا الحلم هذا وخير شي سنوات قليله زعما لما الانسان يسالي المسار ديالو كملتي الدراسه ديالك؟ انا كنت داير بيولوجي كملت في لابيولوجي وخدمت فيها عندي لا ليسونس كملت في لابيولوجي و ميم طون درت ماستر في لاندستري فارماسيوتيك وخديت البري ديال سولفيج ومساحات تبارك الله تبارك الله دخلتي درتي كونسيرفاتوار انت صغير الكونسيرفاتوار من الصغر شحال تقريبا من عام ولا شحال كان في عمرك ملي درتي دخلتي الكونسيرفاتوار المره قال 11 عام وقال تكون بحال هكا 11 عام باش دخلت تقريبا وموسيقى قريت عند اساتذه تبارك الله زعما اللي بسمو في الساحه الفنيه المغربيه منهم الاستاذ عبد الله عصامي ومن الاستاذ محمد علي اللي قراني ماده الموسيحات زعما كانوا اساتذه اللي كنا تعلمنا من خدينا من عندهم البركه صراحه الله فين الكونسيرفاتوار ماشي ديال تماره ديال تماره ديال تماره وشاركتي مع لان كثير من الفنانين والشباب اللي شاركوا مع فرقه ديال صلاح المرسي الشرقاوي فرقه الموسيقى اصدقائي كاملين تقريبا انت ما كنت ما كنتش حيت كنقول واش بنتي ليا تما ولا لا انا كان لا ما عمرك ما شاركت كانوا شي حفلات درناهم هنا في مدينه الدار البيضاء النيت واغلب الحفلات كانوا دائما في اطار المعهد في اطار المعهد الموسيقي وكنت زعما اعمال الحنيه سيرتو مع دار الاذاعه في الاذاعه الوطنيه الاذاعه الوطنيه طيب نسمعوك ومن بعد نواصلوا معك الحديث والكلام والدردشه دابا غنبقاو مع الدندنه
تفضل نسمعوا جبار. قبل النهارده
في ليميسيون كنت بيان سور في البرنامج كنا تبعناك فكنتي غنيتي جوج اغاني ديال عبد الحليم جبار وايضا معيد حزني الله. فكي كانت على العموم كي كانت المشاركه ديالك كيفاش حسيتي بها شنو ضافت لك؟ صراحه كانت انا لانه في الاول قبل البرنامج كان كل الاهتمام ديالي اتجاه الاغنيه المغربيه العصريه بمعنى الاغنيه المغربيه يعني من اواخر الاربعينات حتى قول حتى سالت في اواخر الثمانينات ماشي شويه في التسعينات في البدايه. لا بغيتي تقول ما سالت هذه راهي شدوك من الكلمه. لا الاغنيه المغربيه العصريه ماشي الاغنيه المغربيه. قول الاغنيه المغربيه اللي كنا تربينا عليها. هذا نقاش طويل. لا هذه العصريه صحيح وراه حتى هذه عصريه على مثلا الاغاني اللي تيدير ايهاب امير ماشي عصريه راه اغنيه مغربيه عصريه. احنا كنا فتحنا واحد النقاش شحال هذا. شبابيه. كاين عصريه. حتى انا غتبقى الشبابيه. دابا انت مثلا انت اياب تتخرج دابا هاد الاغاني من دابا واحد 15 عام غادي تخرج شنو غنبقاو نقولوا من الاغنيه الشبابيه يعني راه هي اعتقد وفي منظوري الخاص ان هذه حيت على شنو هي العصريه؟ العصريه هي توكي بالعصر توكي بالاذن. هو كان واحد المفهوم اللي كان تطلق على الاغنيه المغربيه ف لان الاغنيه المغربيه كل ما كنا كنعرفوا عليها قبل سنوات العشرينات والثلاثينات كانت اغنيه في الاساس بازي سوغ الفولكلور المغربي والاهازيج والقوالب الموسيقيه اللي منتصره مثلا منها الاندلسي والملحون الى اخره والعيطه الى اخره بزاف ديال الانواع فتسمت اغنيه عصريه من بعد ما من هاد القوالب الموسيقيه تعصرنا وضفت لهم شويه المشرقيه في الاداء لانه جبنا عاوتاني المسائل الشرقيه وضفناهم على هذه الاهازيج المغربيه وعطانا هذا الشيء اللي كنا كنشوفوا من اواخر الاربعينات لحد الساعه فتسمت عصريه بمعنى ملي كنقولوا عصريه كنعنيو بها هذا هي بقات غدا هذا النمط هذه الاغنيه المعروفه بهذا النمط هذا اللي كتهضر عليه طبعا وهي اللي كنعرفوا السائل بقات غدا قلت التسعينات تقريبا وزادت شويه هي ربما في بدايه الالفينات بدات كتغير شويه دخلوا لي سون جداد دخلوا افكار جديده خصوصا من الجيل الجديد الجيل الجديد اللي كيضم بين ما بين هذوم كاين ايهاب كاين خوله كاين سعد مجرد كاين محمد رضا حاتم عمور ولا لائحه الدنيا باطمه والى غير ذلك سلمى رشيد في سانديسك المهم باش ما نعرفش شي حاجه في حقها انا باش ما يتقلق حتى واحد انا شحال جديد ما نعقل في السميات ولا بقيت كنذكر ما غنساليوش فهاد الاغنيه كمل الفكره ديالك زعما باش نرجعوا للموضوع فكنت كان الاهتمام ديالي هو هاد المساله هذه ولان الاغنيه المغربيه كنت العصريه اونتر فونتاز كنت مشبع بها ومغروم بها لدرجه كبيره بزاف فالبرنامج سمح لي بواحد الفرصه هو انه سيرتو ان البرنامج كان كل حلقه تقريبا دوزنا كاع لي بريم حتى لافينال كانت كل حلقه كتحتفي بجوج من رواد الاغنيه الطربيه اللي كيسميوهم فنانين الزمل الجميل ففتحت لي الفرصه انني نغني كاع هاد الاغاني الموسيقيه بما فيهم الاصوات النسائيه والرجاليه. مثلا عطينا فكره الاغاني كلهم اللي غنيتي مثلا. غنيت فيروز، يعني نجاة الصغيره، غنيت لا انا كنقصد عبد الوهاب في الاغاني المغربيه. في الاغاني المغربيه كنا في المعهد كنا درنا مجموعه ديال كنا على اساس كل كان عندنا في المعهد كل واحد كيغني مكلف بمغني معين فكان كل واحد مثلا واحد كيغني الحياني واحد كيغني محمود ادريسي واحد كيغني بلادي بالخياط هذا فكانت يعني كان زعما لي الحظ الكبير انني حفظت كاع هاد يعني هاد الفنانين هادو حفظ الاغاني فكنتي غادي نهضروا على واحد البروجي ولكن من بعد لان اللي دويت معك انا وياك فيه وكيخليه من بعد باش ما نطولوش الكثير فغادي نبغيو نسمعوا كذلك ايهاب ايهاب انا غير فقط هذه القضيه ديال الاغنيه العصريه راه الا ما كنتش من الناس اللي غادي يقلبوا هذه المفاهيم راه تنظن الاغنيه كنا كنقولوا حنا الاغنيه المغربيه حتى ان المصطلح اللي كانت تطلق على الاغاني منين مثلا جاوا الاغاني دابا اللي تنسمعوا وعندهم واحد المتتبعين وعندهم جمهور ديالهم فشنو غادي نقولوا ما سميتهاش اغنيه المغربيه ماشي ما ننساوش انه كاين واحد الايقاعات اللي كنبنيو عليهم زعما هاد الاغاني اللي كنديروا باغ اكزومبل كاين البوب كاين ار ام بي يعني دخلوا فهمتيني ولكن كل كلام مغربي ولكن
الميوزيك تقدر تكون بوب ولا ار ان بي ولا شي حاجه. كاينين بعض الاغاني اللي كانت جات واحد الوقيته كتكون مخلجنه يعني فيها شويه الايقاعات الخليجيه حتى الكلام 2012 2013 حتى الكلام تيولي غادي للجهه الخليجيه. هو ما هو ما تيضرش صراحه سي دعيمة هذه المساله ما تضرش هي مساله صحيه غير هو ما نبقاوش ننسبوا بان حيت بعض المرات راه كتسمع اغنيه خليجيه قلبا وقالبا المغني اللي مغربي وتنقولوا الاغنيه المغربيه الى اخره. وهذه ما تضرش راه نفس القضيه اللي داروا الناس اللي سبقونا عبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي كانوا جابوا مسائل شرقيه ومقامات شرقيه جابوها جديده حتى دابا الشباب تياخذوا من البوب من هذا. حنا دابا ناخذوا حنا غنسمعوا اغنيه ايهاب والو درنا والو حنا دابا غادي ناخذ انا سمعت الالبوم بلا عنوان بلا عنوان ديال حاتم بطبيعه الحال تيسمعني قبل عاد كي هنا لان كان كثير من الناس تنتقدوا الكلمات هنا لقينا ولات الكلمات جميله مضبوطه وكلام فيها يعني فيها واحد البعد حتى في الفهم بحال داكشي اللي كنا كنسمعوا مثلا ملي كنا كنسمعوا الحياني انا ماشي من هذوك اللي ما يقطفوش الورده غير الا كان ما فيها شوك ما قالش انا ماشي هذوك اللي كيضربوني الناس لا شوف مشى في واحد البعد انا بغيت نسمعوا هذيك من بعد ولكن نرجعوا معك ايهاب سمعنا ما درنا والو بغينا ولكن حنا واخا درنا بزاف درنا وهضرنا بزاف ايه مرحبا تفضل لا 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 انا والغرام باي باي نقولها ليك طاي طاي تبعتي الهضره والكلام ريزل طوال ياك تنبغيك بالهبال وشحال صبرت شحال كنت مخليك للحلال ما درنا والو كنت مخليك للحلال ما درنا والو كنت مخليك للحلال ما درنا والو وكديرك غابي يا مرد غابي عجبك بدالي ونسيتي باسي وانا ما ناسي درنا والو كنتي كافي يا مودو مافي عشقك ما داكي ونسيتي الباسي وانا ما ناسي ما درنا والو حقيقة درنا خويا لا يعني في اغاني ديال ايهاب فيها واحد فيها احساس فيها مجهود يعني حتى الالحان فانا يعني بغيت نعرف كيفاش طريقتك مثلا انت كتكتب كلمات واش كتكتب الكلمات عاد كتلحن عليهم
أو لك كتلقى اللحن كتلقى اللحن حتى تحط على اللحن. تجيب كلمة ما تقدرش اللحن عليه. يخرج لي اللحن وسبحان الله تيخرج لي اللحن بدون موسيقى. بحال هكا شنو؟ مثلا كتكون بهذاك لا 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 وطبعا وكان بيان سور كاين بزاف الاغاني كاين سيليباتير كاين ما درنا والو باغي نطير يما فالمواضيع كيفاش كتجيك الافكار ديالها التيما ديالها واش من الواقع المعاش اولا كتكون انت شي استوار هي اغنيه كتباغي نديرها شحال هذه وفكرت فيها كتباغي ندير شي موضوع اللي يمس الجمهور ويكون قريب لي وغنيت على واحد الحاله اللي كاينه وموجوده وحقيقيه اللي كاينه في الواقع والحمد لله درت لي الاغنيه واحد النقله نوعيه في مسيرتي درت لي زعما حوايج زوينين بزاف وهادشي اللي باغي هادشي اللي كيبغي الفنان انه يدير شي حوايج اللي ماشي يتسنطوا ليهم شويه ويموتوا يبقى تبقى الاغنيه كتسمع واخا يدوز عليها بزاف ديال السنوات طبعا بين الاغاني كاين بزاف الاغاني اللي عندك فايتين 50 مليون ديال المشاهده زعما ما كنتسوقش هاد القضيه ما كتبقاش تبان لي معياك مالوغوزمون ولات كتبان بزاف ديال الناس معياك حتى من المنظمين ولات كتبان لهم معياك هذا هو المشكل غير هو ان يعني نشوفوا نجاح الاغنيه في الواقع اكزاكتومون هادشي اللي بغيت يعني نوصل ليه كيبان سمح لي كيبان في الحفلات في الحفلات اولا من مدى الانتشار ديال الاغنيه عند واحد الشريحه من المجتمع مثلا هذه القضيه هذه وانا نبهوا لها حتى المنظمين السهرات والحفلات والمهرجانات فماشي حيت هذه واصله 50 مليون او 80 مليون او 100 مليون يعني ان الناس تعرفوها او بكثر لان الاغنيه لما كنشوف مثلا دراري الصغار بداو تيغنيوها هنا تنقول الاغنيه وصلت ديال فلان مثلا زعما حنا ما كنعاتبوش على النجاح ديال اي فنان اكيد غنفرحوا لاي فنان انه ينجح ولا غير هي مالوغوزمون ولات حتى الاغنيه الا كانت خايبه كانت المشاهده ديالها طالعه تتفالوريز بهذاك المشاهدات فهمتيني الماركتينغ ولا كوميونيكاسيون ولا شي حاجه مهمه دابا باش توصل الاغنيه الانترنت سورتو يعني هي كتوصل ولا مهمين عطا لا طرق ولكن غير خصها تكون منافسه تكون شريفه يعني ما يكونش فيها شويه الغش ديال يعني الواحد تيبوستي اكثر من اللازم من القياس طيب سمعنا ايهاب ما درنا والو ثاني نبغي نسمعوك شي اغنيه خلي الاغنيه الخاصه ديالك نخليوها من بعد ولكن سمعناك في الغربي اليوم غنسمعوك شي حاجه شرقيه عربيه مغربيه شرقيه الاغنيه اول مره غنغنيها اغنيه ديال احبك الجسم تفضل ذكرى ترى شعري ظهر للحياة أنا أحبك وأشوفك بين عينه فراقك يا فراقي كسر قلبي وعذبني ظهر لدرك I'm
بك حتى عمامني أحسك طر من إيدي كده لحظة بلا ست عين هذاك يا فراق يسهر قلبي وعذبني وأنا فوالا هي كتغني الشرقيه غير مرة كتغني الغربي تبارك الله عليك اولا تبارك الله عليكم غنيتوها بواحد الاحساس لا انا الاغنيه واخا طبعا الفنان الكبير حسين الجسمي ولكن تخيلت يعني نفس الطريقه درتو ديال واحد الاداء اللي هو ديال واحد عزيز على قلبنا عنده واحد الاحساس عالي جدا اللي هو الفنان فضل شاكر يعني واحد الطريقه وهذا استاذ الاحساس انا سمعتك شحال مره غنيتي فضل شاكر غنيتي وائل كفوري اعتقد انا كنحاول المدارس ندوز عليهم كاملين وانت مثلا صغير شنو اكثر حاجه كنتي كتسمع يعني الطرب العربي يعني ام كلثوم يعني عبد الوهاب عبد الحليم كنت نسمع لكل شيء ضروري خصك تدوز من الله اغاني المغربيه لو ملي كتكون كتسمع كتسمع وتحفظ نسمع دونك وتشبعتي يعني وامتى حسيتي براسك ايهاب بانك ممكن تكون مغني ما حسيتش براسي لقيتي راسك تعرفوا ما كانش عندي زعما كانت غير موهبه صراحه كنت يعني مخبيها غير ليا وصحابي القراب اللي كانوا عارفيني صراحه يعني لا كان الحلم ديالي ان في الميدان ديال كره القدم يعني ما كانش عندي الشغف انني نكون فنان ولا ولكن كيفاش جاتك الفكره مشيتي شاركتي في ستارك هي صراحه غير بالصدفه كنت في كازا قضيت واحد الغرض يعني وقال لي واحد بعض الاصدقاء علاش ما تدوز انت عندك زعما الصويات هذه علاش ما تدوز ودوزت وجاب لا تيشيرت شي واحد شي صديق فنان ولا غير صديق بعيد على الميدان لا غير صديق بعيد على الميدان انا اللي كنت حطيت انت اللي بديتي لا ما غير هوايه غير كنت زعما ماشي معول انني نبان ولا شي حاجه غير كتبت الاغنيه ولحنتها وسجلتها وعجبت الناس يعني بداو عندي اصدقاء في يعني في المغرب كامل وقالوا لي علاش ما تشاركش وشاركت وجاب الله التيسير ودابا من بعد منين جيتي من تعرفتي عاد الناس رجعوا لديك الاعمال ديالك الاولاني في ستار اكاديمي ملي كنت في ستار اكاديمي كتكون ايهاب نجي ندخل نشوفو مي كانوا كيخرجوا لي اغاني والحمد لله كانت انت اللي بديتي ديك الساعه شي 46,000 في دابا ولا شي 50 مليون بارك الله بالتوفيق ايهاب كذلك خاوله وانا شفتكم دابا تتغنيو واحد يعني ديو ما بقيناش نشوفوا لي ديو بين المغاربه بزاف هذه القضيه نقصات بحال دابا واحد الوقيته لما كانت الظاهره ديال الفنانين اللبنانيين خصوصا اللبنانيين فكلهم لما بانوا اللبنانيين النجوم خصوصا ديال اواخر التسعينات والالفينات الا ولاو لي ديو الله كنحماق على لي ديو هنا في المغرب علاش هذه القضيه هذه ما كنشوفوهاش بزاف واش ما كاينش تفاهم يمكن تخوف يمكن تخوف يمكن تخوف من النجاح زعما ما ينجحش كتعرف الديو صعيب انه ينجح لا الانسان غادي يدير هي حتى خصو يكونوا جوج يعني بجوج تقريبا الطبقه الصوتيه كي ما عرفتش على الطبقه الصوتيه هذاك الشيء كيتقاد هي ربما حتى على مستوى الكتابه اولا يعني الكتاب ولا الشعراء اللي كانوا كيكتبوا الديوهات كانت ربما ما بقاوش بزاف الناس اللي كيكتبوا الديوهات ومساله ثانيه كانت واحد الوقت اللي تيبغي مثلا تيكون واحد الفنان واصل لواحد المستوى وتيبغي جوج د الفنانين واحد كيستافد من الاخر
هذه زوينه كتجي زوينه بمعنى كتولي انت الجمهور هذا والجمهور هذا وكت كاينه قلتي واحد النقطه انه الناس اللي كيكتبوا ما تيكتبوش هذيك كانت قبل بحال كتسمى محاوره محاوره في الديالوج لا من بعد جات سبونطاني تلقائيه جا اغنيه تتقسم على جوج يا ما دابا بحال دابا هذه اغنيه احبك ما ديروهاش يعني الكوبلي فيه احبك هذا من بعد يا حبيبي غير يعني تنظن الفنانين المغاربه واش هذا كيعني بانهم كاين شويه عدم انسجام بين تقدر تقول تقدر تقول التخوف بتاتخ يعني وما كاينش داك الزعامه كنزعم عليك زعم عليا انه تجي من عندي باغ اكزومبل فكره دوي دوي هادو الدنيا اقول لا ما زعما علاش هذا بحال دابا خرجتو دابا جات زوينه هذه الاغنيه خولة شفناك مع فيصل شفناك مع إيهاب اليوم نشوفوك مع أيوب كذلك علاش لا خصك تكون الفكرة مزيانة والله تكون الفكرة اللي يطرح الفكرة زعما الفكرة وأنا طرحتها دابا نطرح نكتب لكم أنا مرحبا على إن هذه كتبقى فكرة هي مطروحة تنعاود نقولها بما أن كل شيء حنا صحابي وأصدقائي الفنانين كلهم فبيان سور اللي تبعنا واللي شاف هذه الحلقة هذه علاش حاولوا ديروا اغاني ديروا على الطريقه اللي ينجحوا اللبنانيين من غير وائل فوري معنا وائل الزغبي فضل شاكر دار مع يارا راغب علامه مع اليسا يعني هذا النوع ديال البرامج كيبقاو زعما كيقووا الصداقه ولو انهم كيكونوا جوج نجوم تيديروا ديو من بعد يتخاصموا من بعد ماشي مشكل ولكن يديروا بعد الديو وكتكون زوينه داروا فنانين مغاربه قبال ودار عبد الحليم وشادي صباح وفريد الاطراش عبد الوهاب التكالي مع نعيمه سميح هما هرمين كان الاستاذ عبد الوهاب التكالي والاستاذه نعيمه سميح وغناوا رحله النصر بجوج وما كانش المشكل ما كانش ديك سعد المجرد اسماء منور داك هو قل كما قلتي هذا يعني كثير طيب نسمعوك في المغربي ايوب ايوه مرحبا محال ينساك البال ايوه مرحبا على راس العين ينساك البال ينساك البال محال اسمك يتمحى غبت انت وبقى الخيال وبقى الخيال شغلني بمسا وضحاها محال واش ينساك البال محال اسمك يتمحى غبت انت وبقى الخيال ويلي يبقى الخيال شغلني بمسا وضحاها ما زي ما زي ما فقدت الامل ما فقدت الامل
فحياتي فحياتي مرسومة في صميم القلب في صميم القلب وكيفاش يمكن نطويها صحانة بعى من داك من داتي من سوجة بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع لو فترويها صحاني يا فحياتي فحياتي مرسومة في صميم القلب في صميم القلب وكيفاش يمكن نطويها صحاني بعى من داك من داتي من سوجة بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع علوفة ترويها ولا سألت تتكلم ولا سألتها تتكلم وتفاجأ لي الهوال أهل وتحلى الدنيا بيها ولا 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 يا ضويتها نتقلم ولا ضويتها نتقلم نعيش تاني بالمحال والحيرة نرجع ليها ما زال ما زال ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل ما زال ما زال ما زال ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل ما زال ما زال سلام نرجع معك قبيلة كنا نهضروا على واحد المساله قلتي لي عندك واحد بروجي قبل ما انك تشارك في البرنامج كان عندك بعض الاغاني في الاذاعه الوطنيه ثم كذلك كان عندك واحد البروجي ما فهمش مزيان كيفاش اغاني كنا قبل كنت في فرقه سميتها فرقه شجن للطرب العربي وكنا عملنا مجموعه من الحفلات وكان من ضمن زعما المشاريع اللي كنا كنبغيو نديرو في اطار احياء هاد الاغاني هادو ان نديرو بحال قلتي سيمولاس ولا محاكاه لهاد الاغاني القديمه فمثلا كنشدو مدرسه الراشدي كنجيبو كلمات جداد بالحق على طريقه لحن مثلا عبد القادر الراشدي او مثلا كيفاش كنت يلحن عبد السلام عامر او عبد الرحيم سقاط او كذا او كذا فكل مدرسه غنائيه هادو مختلفه كل واحد مختلف على الاخر طيب حتى باش نفهموا نكونوا مزيان كاين مدارس كاين عبد القادر مدرسه عبد القادر الرشيد مدرسه الاستاذ عبد الوهاب الكويلي عبد السلام عامر الى غير ذلك فواش كتخليو الكلام كتجيب كلام جديد وتحطو على اللحن كلام جديد واللحن حتى صيغه اللحن ماشي هو 100% ولكن الصيغه ما عرفتش نعطيك فهمت فهمت الصيغه ولكن شنو مثلا الا بغينا نميزو مثلا بين مدرسه حنا هذو اللي معروفين بزاف وقراو حتى للشباب مدرسه الاستاذ عبد الوهاب الدكالي مع مدرسه عبد القادر الراشدي شنو هي باش قدرت تميزها باش قدرت دير الفرق مدرسه ديال عبد القادر الراشدي كانت بازي سورتو على 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 الايقاعات كان الاستاذ عبد القادر الراشدي الله يرحمه كان الايقاعات عنده اولويه كان كيبدع في الايقاعات وحتى الايقاعات بمعنى الايقاعات الاساسيه كان تضيف لها اشياء جديده وكيرد منها ايقاعات مركبه بواحد الفيرسون جديده لشبابيه في ذاك الوقت عصريه وشبابيه في ذاك الوقت وكانت مدرسه بازي سورتو على الجماليه في الانتقالات بين المقامات ولكن اكثريه على الميازن بمعنى هو خدم الاقلال وخدم البطيحي والسيسويت والسيسويت الدوزويت بجميع انواعهم
بمعنى كان على هذه المساله مثلا مدرسه عبد السلام عامر كنتي كتشوفها مدرسه شرقيه اكثر يعني ملي كنسمعوا القمر الاحمر او الشاطئ او قصه الاشواق او هذا كانت مدرسه مشرقنه اكثر. مزيان باش ندوزوا من هذا الموضوع ندوز باش نعاودوا ندخلوا في موضوعنا حنايا مثلا في هذا الجيل الجديد وانت كملحن ايهاب وكذلك خوله فممكن تعطوني واحد لان ملاحظ بالنسبه للاغاني علاش ما تيكونش هاد الانتقالات في المقامات علاش نديروا مقام واحد كنبقاو غاديين منه مثلا في هاد الاغاني الجديده زعما علاش ما كتكونش الجراه مثلا كرد انتقل البياتي من البياتي يمشي الحجاز هذه مقامات يعني هاد الانتقالات سلسه هنايا مثلا بالنسبه علاش ما كنستعملوهاش بزاف دابا الى درتي هاد الشيء يعني غادي دير المده ديال الاغنيه طويله خصك وخصك بزاف ديال الوقت باش دير اغنيه واغنيتك عارف دابا الوقت ما بقاش بغات اغنيه طويله بزاف ثلاث دقائق وكتجي كثيره فهمتيني يعني وقت الزمان تبدل والوقت تزربت دغيا فهمتيني لا حدا ديجا مثلا نتوما كيولي عندكم الجمهور واغاني عندك اغاني نجحات ربما علاش ما علاش انا قلت الجراه نكونوا كنديروا تجارب مثلا جرب ممكن ربما لان ما نجح ما مشاتش مزيانيه ماشي ما غاتنجحش ربما ما غاديش تلقى نفس الاقبال ديال الاغنيه مثلا واحده اخرى مثلا بحال سيليباتير ولكن عاود رجع الا ما لقاتش ولكن ممكن تلقى وتكون انت من الناس اللي بداوا في هاد هي تكنيكمون سهله مثلا الا خدينا اغنيه يعني تكنيكمون حنا خصنا نديروا فيها ثلاث دقائق 13 23 سهله مثلا واش سهله نستعمل فيها ثلاثه المقامات اسهل حاجه انك تكون في كورد ودوز بياتي مثلا غير المقامات يكونوا مثلا مثال بسيط مع انه علاش انا شنو قلت؟ تنظر مشيت في التيمه ديال كرد بياتي حجاز حتى من البياتي لحجاز ساهل سيدي المساله هذه ياك اسي هشام تنظر انتم متفقين كاين شي تدخل اخوان انتم الازدان المسننه انا راه غير تن ولا شوف دير لنا واحد البياتيري يلا سيدي يلا سيدي قال لي سي مصطفى ما تكثرش الهضره بغينا نسمعوا الموسيقى دير بياتيري حتى اننا نفسروا الناس نوضعهم في الجو العام غنديروا شويه لامبروفيزاسيون شويه تلقائيه غادي نديروا هذا المقام بياتيري لان الري غيغنيو عليه كلهم الطبقه ديالهم وبدعوا ما غنقولوش من اغنيه يا مواويل يا نخليوها غدا بوحدها تفضل حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابتك فما أنت يا روح العزيزة سامع وغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليك وغيرك إن واب فما أنا ناظر إليه وإن نزاف فما حبيبي
كل جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا شفتي جمال يا عين واللي سدى في الحب قليل We'll be right back.
السلام عليكم. شحال زوين دابا تخيل دابا شي برنامج نبدا نقول يلا نديروا البدايه نحيوا الجمهور المشاهدين مرحب. ورا اليوم عندنا مقام الكرد غادي تبداو الحلقه كلها تبقى غاده بحال هكا كاع الاغاني اللي هي كرد زوينه الفكره بزاف زوينه وتكون الخدمه عندي ساهله انا جاي بحال ولكن قلنا المقام تاعنا الفرق الموسيقي ولكن احنا كنتعمدوا هذه التلقائيه ولكن تبارك الله الفرق الموسيقي اكيد نصفق لهم بحراره كالعاده صراحه. فتقريبا جينا على اخر الحلقه مازال باقي عندنا شي شويه ديال الوقت باقي واحد الحاجه باقي ما غنيتيش لينا لا انا تن ما لا 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 اسمح لي في الكواليس تفضل لا ندير واحد القضيه جبدوني واخا جبدوني بالله انا غنمشيو نفس الطريقه دابا درنا قبيله البياتي اللهم مقام ري انا غنمشيو ندير واحد نهاوندو نهاوندو الله يا أمير أيوب أولى ليلي ليلي يا عيلي يا ليلي يا ليل
مازال لاش نبغيتي مازال بعد انا بدا الله يبارك فيك. لا تبارك الله عليكم تركتونا. مازال بغينا نسمعوا خوله راجع اللور شي شويه. هو تعرف احسن مني في هذا الشيء. فقبل نبغي اولا نستغلوا الفرصه نسولكم بعدا على الجديد ديالكم. ايهاب انا كتبت واحد الاغنيه ولحنتها وقريب ان شاء الله تخرج شهر 7 سميتها ان شاء الله مشى لامور. مشى لامور دونك يعني في الاول شهر 7 ان شاء الله. ان شاء الله. وشنو الستيل ديالها؟ شنو يعني مختلفه؟ لا مختلفه على داكشي اللي درتو. الكلام ميل شويه لشي حاجه قديمه. بغيت نحيي عاوتاني شي كلمات اللي تنساو شويه ولا زعما كانوا قدام كانوا داروا في اغاني قدام وان شاء الله تعجب الناس. هي محركه شويه مشى لامور. مشى لامور وهي غتصورها بفيديو كليب ان شاء الله على طريقه الفيديو كليب ان شاء الله. خوله شنو من جديد؟ ان شاء الله كاين هذا الصيف الجديد كاينه اون شونسون. شي مشكله جاوبي 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 ارجوك يا سلام تصور معنا برنامج ومخلي التليفون عادي والله حتى تجاوبي بالحلوف جاوبي جاوبي نسمعوها شنو كتقول. انا كنصوره. السلام عليكم لاله دليلة. قلتي مباشره بس عليك لاله دليلة. انت مباشره على شهادتي هي لاله دليلة. صافا سلمي على لاله دليلة. سلم عليك سي عماد التيفي ولا غير سالي البرنامج واتصلي بها. اون فوا نسالي البرنامج نتصل بك. شوفي راسك في التلفاز. صافي شوفي راسك في التلفاز. ولا واش كاين شي عشاء؟ ولا واش كاين شي عشاء نجي ولا والو؟ راه حنا كثار عرفتي شحال حنا؟ يلاه حبيبي ديري هاد السلامات. يا ودي سي لهم صعيب فكر ما فهمتش كيفاش. كملي لينا كملي شنو الجديد؟ الوغ جديد كاينه اون شونسون اللي ان بو حتى هي في لو ستيل ديال الو الو هذا شويه بوزيتيف فايبس شويه. نعم ان شاء الله في الاخر ديال تصير. طيب شنو غنسمعوا اليوم؟ الو الو ولا ماما؟ اسمعوا ماما. ماما داكور اسمعوا ماما. طيب اسمعوا يلا. ماما سي اون شونسون اللي تنهديها لكاع الامهات ديالنا الله يخليهم.
عليك يا روحي ونور عيني يا المواضيع ديالكم مواضيع زوينه اغاني جميله لاحساس خارج نابع من القلب ان شاء الله بالتوفيق ربي امين شكرا بزاف سواء لك خوله وتحيتنا للوليد والعائله الفنيه بيان سور كذلك ايهاب دائما متالق يمين عطينا الجديد حنا غنتسناو الجديد ديالك ان شاء الله في الديبيو ديال شهر 7 كيبقى لنا نسولو كذلك ايوب من بعد ما ساليتي من البرنامج جيتي دابا الحمد لله الجمهور تعرف عليك اكثر فشنو المشاريع ديالك انت كتوجد شي حاجه شنو الستايل اللي غادي تتبع كنوجد ان شاء الله واحد السينجل ان شاء الله اللي كنتمنى ما نتعطلش فيه بزاف وغادي يكون شويه فيه شويه ديال الطرب وفي نفس الوقت يعني موضوع اللي فهمتي الموضوع اللي كنظن يتفاعلوا معه بزاف ديال الناس دائما مع الحفاظ على داك على لا 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 شويه ديال الطرب في اكيد فواحد السؤال روتيني دائما لما تيجيو الفنانين الشباب من البرامج الموسيقيه او برامج المسابقات فدائما كنسولهم واش كاين شي دعم كاين شي شركه معاك شنو كاين شي حد وراك ولا غادي تعري على كتافك انت لا دابا غير عري على كتافك هو فاش كتخرج غالبا اصدقاء راه عارفين هذه المساله فاش تخرج من البرنامج كتكون الشركه اللي مكلفه تي كتكون بروبوزيسيون ديال انه تكون شي كونطرا ولا هذا وديك الساعه كيبقى الواحد كله وحر زعما واش يتونغاز ولا ما يتونغازش وغالب الاحيان كيكونوا دوك العقود شويه صعيبه ولا كلوز فيها ما كيخليوكش ليبر كتقول ربما تكون بوحدك احسن انه من انه قاعد احسن وانت الحمد لله عندك واحد الباجاج سواء موسيقي فني تقني كذلك زعما تو تكنيسيان ديال الموسيقى ديال لو سون ف يعني تكون هذه بداية انطلاقة إن شاء الله الحقيقية أنا خلاص إيه ما إن شاء الله قاعد يكون تعامل أنا ما كراسي صوب لي شي حاجة من هذا من بقى كلنا مكرناش حقيقة إيهاب مثلا ما عطيتي شي أغنية عطيت أغنية الفنانة دنيا باطمة دنيا كانت واحد الفنانة يسرى سعوف وفي الاشتغال مع كاينة مفاجآت زوينين بون عفوا عطينا شي سكوب ما خفت نعطي السكوب وفهمتيني مي خصها تكون شي حاجة رسمية فهمتيني هو كاين مفاوضات مي الحمد لله ان الانسان زعما ولا ما كيطلبك الا ولا كتعجبو داكشي اللي كدير طيب ان شاء الله يكون تعامل بيناتكم وما نكرهش انايا هذا يعني منصوبه يعني واحد المتمنيات ديالي نشوف شي اغنيه ديو بينك وبين خوله الله ودي راه فنانه عالميه علاش ندير الله يربي خليك الا كانت شي حاجه نحضروها والله صراحه انا بدون زعما مجامله ولا ماشي حدايا انا من المعجبين ديال صوتها يعني صوتها عالمي ما كاينش فرق ما بينه وبين شي فنان عالمي راه قلتها في الاول انا ملي كتشوفها تشوف خوله الا وتخيل راسك في برنامج امريكي ربما لان بصوتها لا خليك هنا خليك هنا خلينا هنا حتى القضيه اللي داروا والفن ديالنا يمشي اكيد الاغنيه دمو الكوت شي صراحه بزاف الناس كانوا غالطين بالمصدر ديال الاغنيه زعما شكون صاحب الاغنيه فزعما زادوا عرفوا الناس بان راه هذه اغنيه مغربيه لانه تغنات فهذه كتهضر على ماما غير على مول الكوتشي من بعد فاش عاودوا لها
كان عندهم واحد دور كبير انهم زعما زادوا عرفوا الناس بان راه اغنيه مغربيه ماشي كوتش. طيب ما شاء الله من غنيوات قول كل شيء نديروها ما عندناش مشكل الا بغيتوا قابلين نديروها تكون هي كاخر اغنيه نديروا عندكم ياك. طيب غادي نسمعوها وتكون ان شاء الله هي الاغنيه اللي غنختموا بها هذه الحلقه. كنشكرك خوله بزاف على الحضور ديالك امير كذلك بالتوفيق. كنشكرك انت على الاستدعاء ديالك وعلى التقديم ديالك وعلى شدة اف ام وعلى هذا البرنامج الزوين. سلم لي على الناس ديال اسفي راني بزاف تصحاب تمايا يا ما كنا كنمشيو ندوا القصبات تمايا وهذا السكدي هذا السكدي زوين تبارك الله عليك بالتوفيق ان شاء الله ايوب ودائما حاضر معنا ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك ولي الشرف انني كنت معك اليوم وكنت مع ما زوج من الالمان نجوم الصحة الطولية كاينة تبارك الله عليكم وتبارك الله عليكم بالتوفيق إن شاء الله. تنبغي نشكر كذلك كل أصدقائي أعضاء الفرقة الموسيقية ثم كذلك الطاقم والفريق التقني والمخرج وكنشكركم أنتم أحبائي مشاهدينا الكرام وتنقول لكم لا تنسوا أبدا أنني أحبكم وما تزابيوش وغادي نبقاو مع ملك كوتشي. تشاو تشاو. اصبر بعدي تلف انا بغيت نخلف ما بقى اصبر بعدي تلف يا مبتي يا مبتي تجاك نعس أنا مجاني آه يا مبتي يا مبتي تجاك نعس أنا مجاني آه وداد حياني تجاك نعس أنا مجاني آه مبتي يا مبتي تجاك نعس أنا مجاني جاني جاني يا حلف حلوفي تنعذب وكما عتبني يا مبتي يا مبتي وشي لقيني بحبيبي أنا غيبتي يا مبتي وشي لقيني بحبيبي آه يا ملكوتي اسمع كل شي البضا دي غسي آه يا ملكوتي اسمع كل شي الحب يغسي يا مبتي يا مبتي تجاك نعس أنا مجاني آه داد حياني تجاك نعس أنا مجاني آه زوني ما قلبي اللي بغاك العمر هلولي دلولي انا جيت
تعفر بشوية سيدي المعفر تعفر بشوية وهي عيبة تعفر بشوية تبدر لي متجيبك لي وهي زلالي وعلام وتعلت على تشوفك زليت فيك رخام ايلي 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 يا الزيلالي ويا ابو عبيد وتعلت على تشوف وابو الكوسي اسمع كوسي بدا ديرسي ابو الكوسي اسمع كوسي بدا ديرسي صوبنا العلام وخدنا يا سلام صوبنا العلام زيدوا بنا القدام الى خيام الدبات زياد اوه بابا اوه بابا وعين الله نصيب الله وقينا ويا قالوا لي يا درتي ناشي ما درتو وحق ربي المعبود يا حبيبي لفلتو اوه بابا اوه بابا وعيد الله تصيب الله سلو حبيبي تخدم عليك وعليها يا دور بها يا الشيباني ودور بها يا دور بها تخدم عليك وعليها يا وهنا قوليه هنا حياك ملهي يا طالع العقبة والنرجع لفي دور بها يا الشيباني ودور بها دور بها تخدم عليك وعليها